لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة فقه الصيام من كتاب فقه السنة، توقفنا عندما يتعلق بصيام التطوع، فذكرنا منه صيام 6 أيام من شوال، وصوم 10 ذي الحجة، وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج، وتوقفنا عند صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعدها أو يوم بعدها. فصيام شهر الله المحرم لورود الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد الفريضة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي؟ قال: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء في أول الإسلام كان واجبا، ثم نسخ الوجوب بوجوب صيام شهر رمضان، وبقي الاستحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. يعني هذا صيام شكر لنجاة نبي الله موسى، وكان موسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى على أن نجاه وقومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بموسى منكم، لوجود العلاقة الإيمانية بين المؤمنين عبر الزمان، لا يحد هذه العلاقة زمان ولا مكان، ولوجود الإخوة بين الأنبياء. فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه أي يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع يوم عاشوراء. هذه الأحاديث تدل على استحباب صيام يوم عاشوراء، واستحباب
الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لأن الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد الفريضة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأحاديث أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك صار مستحبا بنزول وجوب صيام شهر رمضان. وفيه مخالفة اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، لإيجاد المخالفة ولو كان في الأمور المستحبة والمتفق عليها بين الشرائع، فإنه لا بد أن يتميز أهل الإسلام عن أهل الكفر والطغيان. فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود الذين كانوا يصومون العاشر، فيصوم التاسع مع العاشر فتحدث المخالفة. والكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريفة، أي بعد 10 سنين من قدومه المدينة، فكيف هذا ولم يحدث المخالفة في أول مجيئه إلى المدينة، أي بعد وجوب صيام شهر رمضان مثلا؟ ووجوب صيام شهر رمضان كان في العام الثاني من الهجرة وفي شهر شعبان. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يعجبه موافقة أهل الكتاب، وذلك لتألفهم على الإسلام، حتى يتألفهم على الإسلام. ولذلك كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس، وهذه قبلة اليهود أيضا، فكانت القبلة في بداية الإسلام إلى بيت المقدس، وكان الصيام في يوم عاشوراء وغير ذلك من الأمور المتوافقة مع أهل الكتاب، فكانت التشريعات متوافقة لتألفهم على الإسلام. فلما استقر الإسلام وصار الإسلام قويا، فكان يعجبه مخالفة أهل الكتاب حتى يتميز الإسلام عن غيره من الشرائع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفتهم في كل شيء، فقال: خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود والنصارى، وغير ذلك من الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بمخالفتهم متى وجدنا إلى ذلك سبيلا. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في صيام يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على 3 مراتب: المرتبة الأولى صوم 3 أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. يعني من صام العاشر وحده فقد صام مثل صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يصوم التاسع مع العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، فإذا صام التاسع والعاشر فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تمناها وهي الأفضل، فإذا صام الحادي عشر فقد يعني زاد يوما من أيام الله المحرم، والصيام في المحرم كله يعني مقبول وكله مستحب، وهو من أفضل الصيام بعد الفريضة. أما فضيلة الصيام يوم عاشوراء فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية من الذنوب. يأتي بعد ذلك صيام أكثر شعبان،
صيام أكثر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني كان أكثر ما يصوم من شعبان. ولعله يرد هنا على الأذهان سؤال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر ما يصوم من شهر الله المحرم، مع أن الصيام في المحرم هو أفضل الصيام بعد الفريضة. والإجابة أن العمل المفضول إذا احتف بالقرائن صار أفضل من العمل الفاضل، وذلك أن شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس، والعبادة في الغفلة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالعبادة في الهرج كالهجرة إلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. فإذا كان الناس قد هجروا العبادة أو عبادة معينة في وقت من الأوقات، يعني في زمن من الأزمنة، فقام رجل يقيم هذه العبادة ويحيي هذه السنة، فإن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعناه من أحيا سنة كانت قد ماتت في نفوس الناس فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان لأنه شهر يغفل الناس عنه، كما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ورجب شهر حرام يهتم به الناس، ورمضان أوجب الله صيامه وجعل فيه من الفضائل ما ذكرنا في بداية دراسة هذا الباب، فيغفل الناس عن شهر شعبان. فيقول: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا من الميزات الموجودة في شهر شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلبس بعبادة من أفضل العبادات حين تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك ينظر الله سبحانه وتعالى للإنسان بعين الرضا إذا كان قائما على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. أما تخصيص صوم يوم النصف منه، يعني يوم النصف من شعبان، ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح. هو ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، ورد في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده في هذه الليلة فيغفر للمؤمنين إلا أو يغفر لكل الناس أو لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا في فضلها، وليس هناك فضل في تخصيص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام، لكن ينبغي على الناس أن يتخلصوا من الشرك لأنه محبط للعمل، وأنه يجعل الإنسان خارج مغفرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك التشاحن والتباغض والتدابر بين المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يؤخرهم من المغفرة حتى يصطلحوا، أي يحدث الصلح بينهم. فعلى الإنسان ألا يكون بينه وبين المسلمين شيء من الضغائن
أو الحقد أو الحسد أو الكره أو التدابر أو غير ذلك مما يكون من التشاحن بين المسلمين. صوم الأشهر الحرم أيضا من الأيام التي يستحب صيامها صيام الأشهر الحرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، ويستحب الإكثار من الصيام فيها. فعن رجل من باهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول. فقال: ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها، فضمها ثم أرسلها، أي صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، ثلاثا ثلاثا. فهذا الحديث فيه رفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة، إذ أنه لم يقل له: أنك مع هذا الضعف الشديد الذي حدث لك فأنت على ثغر بصيامك الدهر، وإنما قال: لما عذبت نفسك؟ صم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، ويوما من كل شهر. قال: زدني إني بي قوة. قال: صم يومين من كل شهر. ثم قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم ثلاثا من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وهذا فيه فضيلة الصيام في الأشهر الحرم. ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوصه، وإنما جاء في ذلك مما لا ينتهض الاحتجاج به. قال ابن حجر: ولم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة، وهذا في الكلام على الصيام في رجب. لكن الصيام في الأشهر الحرم ورد فيه الأحاديث، ووردت الآية أيضا في فضل العمل الصالح في الأشهر الحرم، في قول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني لا يظلم الإنسان نفسه بحرمانها من الثواب أو إيقاعها في العقاب، وذلك لأن الحسنات تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، وهذا زمان شريف تتضاعف فيه الأعمال. أيضا من الصيام المستحب صوم يومي الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المهاجرين فيقول أخرهما، إلا المتهاجرين فيقول أخرهما، يعني المتشاحنين المتهاجرين المتخاصمين يقول أخرهما فلا يغفر لهما حتى يصطلحا. وفي صحيح مسلم أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي.
أيضا من الصيام المستحب صيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13، 13، و14، و15، وقال هي كصوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من الشهر فهي 30، فإذا واظب على ذلك كان كأنه صام الدهر. وجاء عنه يعني عن أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال 3 أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه. يعني تنوع صيام النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة حتى يختار الإنسان ما يناسبه من القوة والضعف والحضر والسفر والصحة والمرض، فيختار الإنسان ما يتوافق معه ويكون في أي حالة من الحالات متسنن. يعني لو صام يوما من كل شهر يكون قد تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو صام 3 أيام من كل شهر يكون قد تسنن، لو صام الاثنين والخميس يكون قد تسنن، لو سرد الصيام سردا ثم سرد الفطر سردا، لو صام يوما وأفطر يوما، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صيام يوم وفطر يوم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أخبرت يعني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت يا رسول الله نعم. قال: فصم وأفطر وصل ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله: وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فأفضل صيام النافلة هو الصيام في شهر الله المحرم، هذا من الأشهر ومن الأيام، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، ومن السنة أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام نبي الله داود. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة نبي الله داود، كان ينام في ثلث الليل، كان ينام ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقسم الليل إلى 6 أجزاء، ينام 3 أجزاء في أول الليل، ثم يقوم جزئين من الليل، ثم ينام الجزء السادس في آخر الليل. فهذا هذه كانت صلاة نبي الله داود. هذه هي الصور التي فيها صيام التطوع، هذه الصور هي التي فيها صيام التطوع، وهي صيام 6 أيام من شوال، وصيام
التسع الأول من ذي الحجة، وصيام شهر الله المحرم، وصيام يوم عاشوراء، وصيام أكثر شعبان، وصوم الأشهر الحرم، وصوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وفطر يوم. هذه الصور التي هي صور الصيام المستحب التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جواز فطر الصائم المتطوع، جواز فطر الصائم المتطوع. النافلة تكون أخف من الفريضة فيما يتعلق بها من أحكام، تكون أخف من الفريضة فيما يتعلق بها من أحكام. فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أكمل الصيام وإن شاء قطعه، إن شاء أكمل الصيام وإن شاء قطع الصيام، وهو ينتوي في أي جزء من الليل أو النهار، ينتوي الصيام في أي جزء من الليل أو النهار، بخلاف الفريضة. الفريضة لا يجوز قطعها إذا نواها، وكذلك النية ينبغي أن تبيت من الليل. فتختلف فيها أن الشروط المتعلقة بالنافلة تكون أخف من الشروط المتعلقة بالفريضة، وهذا فيه دعوة الناس إلى هذه النوافل المستحبة التي تكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، والتي تسد عنهم النقص. وكذلك الصلاة، فإن النافلة يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، وهذا لا يجوز في الفريضة. يجوز في السفر أن يصلي على الدابة، وهذا الأمر لا يجوز في الفريضة. أن يصلي حيث توجهت به الدابة، سواء كان إلى القبلة أو إلى غيرها، وهذا لا يجوز في الفريضة. فالنافلة دائما تكون يعني شروطها أخف من الفريضة، وذلك لترغيب الناس فيها حتى يكون لهم رصيد عند الله سبحانه وتعالى، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. فعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الفتح فأوتي بشراب فشرب ثم ناولني، فقلت إني صائمة، فقال إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني ممكن يكمل الصيام ممكن يفطر في أي وقت يعني. طبعا إذا أفطر لا يكون يعني له ثواب في هذا اليوم، يعني يكون صائما، وإنما هو قد يعرض له أشياء يرى أنه يفطر فيها فيفطر بعكس الفريضة. وجاء بلفظ الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعن أبي جحيفة قال أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة يعني أخى بين المهاجرين والأنصار، وأخى بين رجلين من واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، حتى تحدث الأخوة الخاصة. يعني هناك أخوة عامة وهو الأخوة الإيمانية، وهناك أخوة خاصة، وهذا الذي يفتقد كثير من الناس، أن يكون له أخ خاص، يعني تكون هناك علاقة يعني خاصة بينهما، بحيث يكون في بينهما يعني الحرص، كل واحد منهما يحرص على أخيه أن يكون من أهل الجنة، فيذكره إذا نسي وينبهه إذا غفل، ويأخذ على يده إذا انحرف، ويصبر عليه ويدعوه إلى الله ويعينه ويتفقده ويقضي حاجته وغير ذلك من الأشياء الخاصة، ويكون دائم السؤال عليه. فهذه أخوة خاصة يفتقدها كثير من الناس. فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ هذه الروايات التي تأتي أنه رجل رأى امرأة أو غير ذلك أو شيء من هذا، كل هذا قبل نزول آية الحجاب، كل هذا قبل نزول آية الحجاب. بعد آية الحجاب لا يرى الرجال النساء، لا يرى الرجال النساء، لأن البعض يأتي بهذه الروايات ويستدل بها على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء وجواز كشف الوجه وغير ذلك من الأشياء. كل هذه الروايات التي فيها النظر أو فيها أنها كانت قبل نزول آية الحجاب، وهذا يعني يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها لما تخلفت رضي الله عنها ورآها صفوان بن المعطل السلمي في قصة الإفك، فغطت وجهها وقالت وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، أي أن الناس بعد نزول النساء بعد نزول آية الحجاب لا يعرفن، يعني ما حدش يعرفهم بعد نزول آية الحجاب، لكن قبل نزول آية الحجاب كان ممكن يكون هذا الأمر. فهو جاء يعني أبو الدر سلمان فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني تفلة، ليست مهتمة بشأنها بشأن نفسها يعني، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، تقصد ليس له حاجة في النساء، يعني من الانشغال بالعبادة والانقطاع لها. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. ده الشاهد من الحديث، يعني أنه كان صائم فأكل يعني فأفطر، وهذا يدل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه. فلما كان الليل وذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب فقال نم، فلما كان في آخر الليل قال قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يا حديث عظيم جدا، وفيه مدى الإخوة والحرص على الخير لهذا الأخ، كيف أنه يعني كان حريصا على مصلحة أم الدرداء وعلى مصلحة أبي الدرداء، وكيف انصاع أبو الدرداء بغير جدال ولا حوار معه، قال كل وكان صائما فأكل، قال له لما قام يقوم من الليل قال نم فرقد، قال ثم جاء يقوم فقال نم فرقد، ثم قال له قم فقام فصليا. وهذا يعني فيه الانتصاح بنصيحة إخوانه، إنسان ينتصح بنصيحة إخوانه، وليس هناك حوارات وجدالات عقيمة من التي نراها مثلا في المبادلات الرسائل على الواتس وغيرها من جدالات عقيمة يعني تفسد النفوس وتقسي القلوب وغير ذلك. الإنسان يعني إذا نصح ينتصح، يعني كان مالك رحمه الله دخل المسجد بعد العصر، ومالك من أشد القائلين بكراهة الصلاة بعد العصر سواء كانت بسبب أو بغير سبب، فقال له رجل لعن لا يعرف مالك، فقال له قم فصلي، فقام فصلى ركعتين. فلما سأله أصحابه عن ذلك فقال يعني أمرني بالركوع، فخشيت أن أكون ممن إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فخشيت أن أكون ممن قيل لهم اركعوا لا يركعون. فالإنسان إذا أمر بمعروف فإنه عليه أن يبادر لا أن يجادل، عليه أن يبادر لا أن يجادل، وإذا عرف الحق عليه أن يتبعه لا أن يراوغ روغان الثعالب، كما يعني نشهد في مشاهد حياتنا كيف يروغ الناس روغان الثعالب من الحق، ويحاول الإنسان أن يضع لنفسه مبررات وغير ذلك حتى يقنع نفسه أنه على الحق، وهو يعرف أنه على الباطل، لكن يحاول خداع نفسه بهذا الأمر. يعني إذا
يعني أيضا ورد عن مالك أنه كان يصلي إلى غير سترة، فدخل رجل فقال يا هذا تقدم إلى سترتك، فأخذ مالك يتقدم وكان يقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فهذا الإنسان إذا أمر بمعروف عليه أن يبادر وأن يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. عليه أنه يبادر وأن يسارع، لا أن يتلكأ ويتوانى ويروغ وغير ذلك من الأشياء التي تدل على شيء من النفاق في النفوس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابي، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، وصم يوما مكانه إن شئت. يعني هذه المسألة إذا دعاك أخوك وصنع لك طعاما وتكلف لك وكان يسعده أن تأكل عنده فعليك أن تفطر لإدخال السعادة عليه. وأما إن كان الأمر يعني عنده سيان أن تأكل أو لا تأكل فإن الأمر لا يشغله، فهذا يبقى إتمام الصيام أفضل، يكون إتمام الصيام أفضل. إذا كان هذا الرجل الذي دعاك يعني يتساوى عنده أن تأكل أو لا تأكل، ففي هذه الحالة تتم الصيام. أما إذا كان هذا الرجل الذي تكلف لك يغضب إذا لم تأكل عنده ويسعد إذا أكلت، فعليك أن تفطر لذهاب غضبه ووجده وإدخال السرور عليه. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا واستحبوا له قضاء ذلك اليوم استدلالا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. يعني القضاء يوم مكانه هذا على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما مكانه إن شئت. أداب الصيام يعني ما ينبغي أن يكون عليه من الأدب من كان صائما، أولا السحور يعني المحافظة على وجبة السحر، وقد أجمعت الأمة على استحبابه يعني على استحباب السحور، وأنه لا إثم على من تركه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وعن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك، فيه بركة لأنه يعين الإنسان على الصيام إلى المغرب، وفيه بركة، بركة الوقت أنه يقوم في هذا الوقت وهو وقت السحر، وهو الوقت الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى الناس يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهو من أوقات إجابة الدعوة. وفي لأن يعقوب لما أخر الاستغفار لبني أخره إلى وقت السحر، والله سبحانه وتعالى يقول والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. ولأن هذه الوجبة فرق بين صيامنا وصيام أكل أهل الكتاب أكلة السحر، فهذا فيه مخالفة لأهل الكتاب، هذه الوجبة فيها مخالفة لأهل الكتاب، فهذا كله يجعل البركة في هذه الوجبة وهي وجبة السحر. وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام بما يتحقق، يعني السحور يعني أكلة السحر بما تتحقق. يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، يتحقق الصيام بكثير الطعام
وقليله. يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني أي شيء يشربه لأنه فيه بركة فيتقوى به. البركة هي اليمن وهي النماء، فعلى الإنسان أن يحافظ على وجبة السحر. وقته وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره، المستحب تأخير السحور. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. قال: 50 آية. وهذا شيء طيب، يعني إن هو يقيسون الزمان بالطاعات، يعني إنه خلق، يعني هذا الوقت قدر قراءة 50 آية. وهذا لأنهم كانوا يشغلون هذه الأوقات بالاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وعن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. يعني كانوا يؤخرون وجبة السحر. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لأن هذا فيه مخالفة لأهل الكتاب. يعني لا يزال الخير في أمة، ما كانت الأمة هذه أمتنا يعني ما كانت حريصة على تمييز هذا الدين وعلى مخالفة يعني غير المسلمين. الشك في طلوع الفجر. لو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين لا الشك، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي قاعدة في الأصول الفقه، وهي أن الشك كالعدم، وأن المشكوك فيه كالمعدوم، وأنه لا اعتبار بالشك. يعني ما نشك فيه هذا كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. يعني مثلا إنسان شك هل صلى 3 أو 4، يبقى المشكوك فيه الرابعة، المشكوك فيه الرابعة، لأن الشك حدث بين 3 والـ4. يبقى 3 هذه يقين، إنه يقين إنه صلى 3، أما الرابعة فهي مشكوك فيها، فهي كالعدم، يبقى ما فيش رابعة، يبقى الرابعة دي مش موجودة، يبقى لأن المشكوك فيه كالمعدوم، والشك كالعدم، والشك كالعدم. إنسان أحدث وشك هل هو توضأ بعد الحدث أم لا، يبقى المشكوك هنا فيه كالمعدوم، يبقى المشكوك فيه إيه؟ الوضوء، يبقى ما توضاش، يبقى كده كأنه مش موجود. طب واحد توضأ وشك هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لا، يبقى المشكوك فيه هنا الحدث، المشكوك فيه الحدث، يبقى الحدث مش موجود، يبقى هذا متوضئ، يبقى هذا الشيء. فإحنا شكين هل الفجر طلع ولا لا، يبقى المشكوك فيه هو طلوع الايه؟ الفجر. والشك كالعدم، يبقى المتيقن هو بقاء الليل، هو بقاء الليل. عشان كده هيأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يتبين له طلوع الفجر. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. وقال أبو داود: قال أبو عبد الله: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه، يعني طلوع الفجر. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي رحمه الله: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر،
يعني يأكل ويشرب حتى يتبين له ذلك. الأدب الثاني تعجيل الفطر، يعني بمجرد أن يسقط قرص الشمس الأحمر أو نسمع الأذان يعني نفطر. البعض ينتظر نصف الأذان، والبعض ينتظر إلى آخر الأذان وغير ذلك. لا، هو عندما يقول الله أكبر هذا معناه دخول الوقت، دخول وقت المغرب، ومعناه معنى ذلك أنه انتهى النهار، انتهى النهار، فيفطر بمجرد غروب قرص الشمس الأحمر أو عند سماعه المؤذن الله أكبر يفطر مباشرة. ويستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراء، فإن لم يجد فعلى الماء. يعني الإنسان يفطر على رطبات، على تمرات، فإن لم يجد فيفطر على الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رطبات أو تمرات أو يفطر على يعني حسوات من ماء. وعن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، يعني قبل أن يصلي المغرب، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا فإنه يبدأ به. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. يعني إذا كان الطعام جاهز ولا يفوت صلاة الجماعة، يعني بحيث أن الناس يفطرون ثم يصلون جماعة معا والطعام جاهز فيبدأوا بالعشاء، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العشاء قبل العشاء، العشاء قبل العشاء، وحتى لا ينشغل ذهنه بالإيه بالطعام. أما إذا كان الطعام غير جاهز أو تفوت صلاة الجماعة فإنه يفطر على تمرات أو رطبات أو حسوات من ماء ويصلي ثم يأكل ما شاء له أن يأكل بعد ذلك. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، هذا الأدب الثالث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وروي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يعني وارد سؤال هنا، أختي تسأل عن الحديث المرسل. الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي، والتابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون حديثه مرسلا. إذا كان السقط في أول السند من ناحية التابعي فهذا يكون الحديث مرسل، وإذا كان السقط في أول السند من ناحية الراوي أو صاحب الكتاب فإن هذا الحديث يكون معلقا، هذا الحديث يكون معلق. والمرسل والمعلق فيهما سقط في السند، وهذا يجعل الحديث ضعيفا، لأن أسباب ضعف الحديث سقط في السند أو طعن في الراوي، سقط في السند أو طعن في الراوي. فإذا كان السقط في السند في أول السند من ناحية التابعي فيكون مرسلا، فإذا كان في أول السند من ناحية راوي الكتاب أو راوي الحديث فيكون حديثه معلقا. وإذا كان السقط
في اثنين متتابعين أثناء السند، فيكون هذا الحديث مقطوع، يكون هذا الحديث مقطوع لوجود سقط في وسط السند. فأي سقط في السند سواء كان في أوله أو آخره أو وسطه، فيكون هذا الحديث حديثا ضعيفا لوجود هذا السقط في السند. أو طعن في الراوي، والطعن في الراوي يكون طعن إما في ضبطه أو في عدالته، إما يكون في ضبط الراوي أو في عدالة الراوي. وعدالة العدالة هي الإسلام والبلوغ والعقل وعدم انخرام المروءة وعدم الفسق، يعني لا يكون فاسقا ولا مخروم المروءة، يكون مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل غير مخروم المروءة، غير فاسق ولا مخروم المروءة. المروءة هي الأشياء التي فيها وقار ولا تتنافى مع الشر، يعني الناس اعتادت على أن ما يفعله يكون وقورا، فلا يجوز مخالفة الوقار، لا يجوز مخالفة الوقار. والأمر الثاني هو ألا يكون فاسقا، يعني يجهر بالمعصية، يكون له معصية يجهر بها، فإنه لا يؤخذ حديثه، لا يؤخذ حديثه. وأما الطعن في ضبطه، في ضبط الراوي، فهو من ناحية كثرة الغفلة، كثرة النسيان، كثرة السهو، التخليط، يعني في تقدم السن، أو يكون الإنسان عنده كتاب يقرأ منه فاحترق أو ضاع أو شيء من هذا فيحدث من ذاكرته فيحدث عنده اختلاط وغير ذلك، هذا فيه طعن في ضبطه. والضبط إما أن يكون ضبط صدر أو يكون ضبط كتاب، يعني إذا كان عنده كتاب ضبط فيه ويقرأ منه يبقى هذا الكتاب يكون مضبوطا، يعني ضبطا لا يتعرض لأي شيء من الخلل أو التصحيف أو التحريف أو شيء من هذا، فيكون هذا الكتاب مضبوطا محفوظا. وإذا كان في صدره يبقى الضبط هنا أن يكون الراوي الذي يروي الحديث، الذي يروي الحديث يرويه كما سمعه، ويرويه كما سمعه، ويؤديه في أي وقت يطلب منه أن يؤديه كما سمعه. فهذا هو الضبط، ما عندوش كثرة غفلة، ما عندوش كثرة نسيان، ما عندوش كثرة خطأ، لأنه ما احنا منقولش لا يخطأ ولا ينسى ولا يغفل ولا كذا ولا كذا، لا، لأن ده الإيه؟ ده يحدث في كل الناس، لكن احنا نتكلم على كثرة الخطأ، كثرة النسيان، كثرة السهو، التخليط وغير ذلك. طبعا لا يكون كذابا ولا متهما بالكذب ولا صاحب بدعة يدعو إليها ولا شيء من هذا، كل هذا يطعن في الراوي. يبقى الحديث المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التابعي ده ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم، بحديثه هذا مرسل. والمرسل من أصناف الضعيف، إلا مرسل الصحابي، إلا مرسل الصحابي، فمرسل الصحابي مقبول لأن الصحابي يروي عن صحابي مثله، والصحابة كلهم عدول. لكن غير مرسل الصحابي، غير مرسل الصحابي فهو حديث ضعيف. وثبت وروى مرسلا، روي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. الأدب الرابع أن الكف عما يتنافى مع الصيام. طبعا احنا عايزين نعرف ان الدين الإسلامي أخلاق، الدين الإسلامي كله أخلاق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم، اللام هنا لأتمم، اللام يسميها علماء العربية لام الغاية أو اللام الغائية، يعني أن الغاية من بعثتي أن أتمم مكارم الأخلاق. فدين الإسلام هو الأخلاق، عشان كده الصلاة أخلاق، والصيام أخلاق، والحج أخلاق، والزكاة أخلاق، والبر أخلاق، والإحسان أخلاق وكذا. وليست الأخلاق أن الإنسان يكون ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فقط، لكن كل العبادات، كل ما يفعله الإنسان هو
من الأخلاق. عشان كده من أجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة شيء أخلاقي، شيء أخلاقي. والصيام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ سبه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. يبقى الصائم ما ينفعش يبقى يسب ويشتم ويلعن ويضرب ويفعل كذا ويسرق وينهب. وعشان كده جاء في آخر آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إيه المناسبة إن إحنا امتنعنا عن أكل الإيه؟ عن الأكل والشرب الذي هو في أصله مباح، يعني في غير رمضان يباح لنا أن نأكل بالنهار ما شئنا من الطعام إلا ما حرمه الله، ونحن نمتنع في رمضان عن هذا الأكل طاعة لله سبحانه وتعالى، أيضا هذا يتناسب معه ألا نأكل في رمضان ولا في غير رمضان الأموال السحت التي هي من النصب والاحتيال والرشوة والاختلاس والسرقة وبيع المخدرات والمسكرات وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام وثمن الكلب ومهر البغي، وكل هذا من الأموال المحرمة والربا وغيره. فإذا لا يليق الإنسان يبقى بيمتنع عما أباحه الله له في غير رمضان، يمتنع عنه طاعة لله وهو يأكل ما حرمه الله عليه في رمضان وفي غير رمضان، يأكل ما حرمه الله عز وجل عليه في رمضان وفي غير رمضان. يبقى الكف عما يتنافى مع الصيام. فالصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إذا صمتم كنتم من أهل التقوى، لأن لعل في القرآن كلها تأتي للتحقيق وليس للترجي، ليست للتحقيق وليس تأتي للتحقيق وليس للترجي. يعني إذا جاءت كلمة لعل يعني يحدث لكم، يتحقق لكم لعل. في غير القرآن لعل يعني يرجى ذلك، يرجى ذلك. لا، هنا في القرآن كل لعل تأتي للإيه؟ للتحقيق، أنه يتحقق لك التقوى إذا صمت صياما صحيحا. وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سبك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم. أيضا حديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني ليس له ثواب في هذا العمل. أيضا من مستحبات الصيام وأدابه السواك، ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال الترمذي: ولم يرى الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. بعض أهل العلم يمنع منه بعض الزوال، يعني يقول بعد الظهر ما ينفعش يتسوك عشان السواك هيضيع رائحة الفم الكريهة، ورائحة الفم الكريهة دي ورد فيها ثواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فابن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذا قال: إن الله أمرنا بالصيام ولم يأمرنا أن ننتن أفواهنا، ولم يأمرنا أن ننتن أفواهنا. يعني ربنا ما تعبدناش بأن احنا ننتن أفواهنا، فإذا كنا نستطيع أن نزيل هذه الرائحة الكريهة نزيلها، وأجرها وثوابها موجود عند الله سبحانه وتعالى. ولأنه ليس معنى ذكر عبادة ثواب عبادة أن يكون هو أفضل الثواب، فقد يكون هذه العبادة يعني رائحة الفم الكريهة التي تحدث للصائم
بدون دخل منه نتيجة امتناعه عن الطعام والشراب تعبدا لله فتحدث هذه الرائحة الكريهة لها ثواب عند الله سبحانه، إنها أطيب عند الله من ريح المسك. ليس معنى ذلك إن ده أفضل الثواب، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وبلا شك أن السواك يكون هنا أفضل لأنه فيه تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. فمش معنى أن احنا ذكرنا أن العبادة دي لها ثواب يبقى هو الثواب الأكبر، فقد يكون هناك عبادة يكون ثوابها أكبر من هذا الثواب. كما يقول الشافعي رحمه الله: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، مع أن الركعتين اللتين بعدهما أفضل منهما. يعني ركعتين قبل الفجر اللي هما النافلة خير من الدنيا وما فيها، طب ركعتين الفريضة بلا شك أن الفريضة أفضل من الإيه؟ من النافلة. مش معنى أن ركعتي النافلة دول اللي هما في الفجر خير من الدنيا وما فيها أنهم حيبقوا أفضل من الفريضة، لا، ده الفريضة برضو هتفضل أفضل من الركعتين قبل الفجر. يبقى السواء الجود ومدارسة القرآن، أيضا الجود ومدارسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة سريعة وعامة، سريعة وعامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوده في رمضان أفضل من الريح المرسلة، لأن جوده سريع يصل إلى الناس بسرعة، وعام لكل الناس، عام لكل الناس. والحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني على كل عمره وكل وقته كان أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وهو متميز بالجود والكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يعني في رمضان هيبقى أجود من كل الأيام. ليه؟ حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن. يبقى القرآن له أثر على الإنسان، القرآن له أثر على الإنسان، تلاوة القرآن، تدبر القرآن، تفهم القرآن، الامتثال للقرآن، ده له أثر في نفس الإنسان. فعندما يقرأ الإنسان القرآن بتمعن وتدبر يحدث عنده تغير في النفس، إقبال على الطاعة. فحنشوف أن الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم مستوى عالي جدا على طول السنة، لكن بيرتفع في رمضان. ليه؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، حين يلقاه جبريل فيدارسه. يبقى القرآن له أثر على الإنسان إذا قرأ بتمعن وتفهم ووعى الأوامر الموجودة في القرآن والنواهي الموجودة في القرآن، هيحدث عنده أثر. أولا هو زيادة الإيمان بتؤدي إلى الإقبال على الطاعة. الأمر الثاني أن هو ما يعيشه مع القرآن يؤدي إلى صفاء النفس وزكاتها وتخليصها من الأخلاق الرذيلة وغير ذلك، مما يدفع الإنسان إلى فعل الطاعات والإكثار منها وترك المعاصي والسيئات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يأتي المعاصي والسيئات على مدار العام، وهو يأتي الطاعات على مدار العام، لكن مستوى بيرتفع جدا، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. ويدارسه القرآن في رمضان، علينا نحن أيضا نتدارس القرآن في رمضان، ليست قراءة القرآن فحسب، إنما علينا أن نقرأ تفسير القرآن في بعض التفاسير المختصرة أو المعتمدة الصحيحة. الإنسان يحاول أن يقرأ الورد ويقرأ تفسير هذا الورد، يخرج من رمضان وهو يعرف معاني القرآن أيضا، والأوامر الموجودة فيه والنواهي الموجودة فيه والزواجر، ويتعرف على أخبار الأمم السابقة وعلى ما يكون في المعاد من الحساب والجنة والنار ولقاء الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. كل هذه الأشياء تحدث شحنة إيمانية في داخل الإنسان. الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية لمسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وروى الترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أيضا في العشر الأواخر أكثر من اجتهاده في العشرين الأول، لأنه كان يلتمس فيها العشر الأواخر ليلة القدر، كان يلتمس ليلة القدر، فكان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي هو فقه المتعبد، فقه المتعبد أنه بيعرف الأوقات التي يدخل فيها على الله سبحانه وتعالى، أوقات التي يدخل فيها على الله سبحانه وتعالى، ومن أين يدخل على الله عز وجل، ومن أين يستجلب رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أين يدفع سخط الله عن نفسه، فيتحين الأوقات، يتحين أوقات معينة لها فضائل، كالثلث الأخير من الليل مثلا، الدعاء عند الفطر وعند السحور، يتحين الأوقات اللي يقرأ فيها القرآن ويتعبد فيها الله سبحانه وتعالى، كصيام يوم عرفة، يوم عاشوراء، الأشهر الحرم، الصيام أكثر شعبان، أشياء من هذه، الصلاة في جوف الليل، الاستغفار في وقت السحر عند نزول الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان العالم بيتميز عن العابد الذي لا علم له بأنه عارف المداخل اللي بيدخل بها على الله سبحانه وتعالى. وذلك ممكن يكون عمله مش كبير قوي، مش كبير قوي العمل بتاعه، لكن هذا العمل من ناحية الكيف، من ناحية الكيف، وقت الدخول على الله سبحانه وتعالى وكيفية الدخول على الله سبحانه وتعالى وبما يدخل على الله سبحانه وتعالى، فحتى تفتح له الأبواب، كيف يطرق باب الله سبحانه وتعالى، كيفية طرق باب الله سبحانه وتعالى، ده كله يعرفه العلماء، والعبادات وتوقيتاتها، نوع العبادة ووقت العبادة، نوع العبادة ووقت العبادة، بحيث ان هم يحصلون الثواب الكبير في الوقت اليسير وبالعمل القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من الليل من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، عشان يجتهدوا في العبادة، عشان يجتهدوا في العبادة، عشان ينالوا هذا الثواب. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك أهله نايمين طول السنة وبعدين يجي في العشر الأواخر يوقظهم؟ لا، كان بيوقظهم طول السنة. طب إيه اللي خلاه يقول هنا وشد المئزر وأيقظ أهله، وأيقظ أهله؟ على مدار السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، وكان يطيل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، صلى مرة ركعتين بالبقرة والنساء وآل عمران، ويعني كان يعني ربما كان قبل نزول ترتيب القرآن، لأنه بدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأهله، فكان يصلي ما شاء الله أن يصلي، فإذا أراد أن يوتر أيقظ أهله، لما يجي عن يوتر في آخر الليل يوقظ إيه؟ أهله، علشان يوتروا قبل أن يضيع عليهم الليل. ولكن في رمضان كان يوقظهم من أول الليل، في رمضان يوقظهم من أول الليل. هنا الاختلاف بقى في الإيه؟ في الإيقاظ. ويوقظ أهله يعني يوقظهم من أول الليل، يوقظهم من أول الليل. أما بقية السنة كان يوقظهم إيه؟ كان إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، ده على مدار السنة. لكن في العشر الأواخر لكونها مواسم طاعة وأيام قليلة وفيها أجر كبير جدا ما يفوتش الإنسان، فكان إذا يعني أراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هنتوقف عند مباحات الصيام.